إذاعة سلطنة عمان. مساء اليمامات يجهرن بالعشق للغرباء، يا ولدي الأرض مثل الفرض، المقاعد شبه فارغة، أتقرب من فضائه الجمالي بطريقة أخرى، يفقد معناه ويصبح مجرد حبر على ورق. نحاول من خلالها يعني تتبع الحدث، وعندي إحساس كذا دفين تعلمت من حتى الكتب الرديئة. والله العظيم يا المثقفين العرب يتصرفوا مثل الديك والطواويس. وكانت اللغة عالية جدا، يقع القارئ في متاهات. سآتيك للنار نار ولا البحر بحر. نعم، إذن هذه دعوة أتمنى أن تجد صداها. المشهد الثقافي. رحلة أسبوعية مع أهم الفعاليات والمناشط الثقافية. مرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع المشهد الثقافي. نطل على الساحة الثقافية في السلطنة ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. حلقتنا لهذا الأسبوع زاخرة بالعناوين: السلطنة تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية، صور العمانية وأختها اللبنانية تتواءمان في ندوة لجمعية الكتاب، انتخاب باحث عماني رئيسا لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، وفوز باحث آخر بجائزة خليجية لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها. ندوة عن اللهجات العمانية بجامعة نزوة، ومهرجان مسرحي بتنظيم مؤسسة بيت الزبير. وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي. لك وحدك كانت كلماتي تخلع خمارا والقلب تحت خيمتك يجلس أرضا ضيف حب لك وحدك كانت كلماتي تخلع خمارا والقلب تحت خيمتك يجلس أرضا ضيف حب تطعمه بيدك كم احتفاء بي نحرت من غنيمة ثم ذات غيرة ثم ذات غيرة بيدك تلك جور نحرتني. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان.
شاركت السلطنة هذا الأسبوع دول العالم لاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 من إبريل من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار الابتكار لحياة أفضل. وبهذه المناسبة نظم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة ووزارة السياحة، وبالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، حلقة عمل حول التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية، وذلك في وزارة السياحة يومي 26 و 27 من إبريل. ومعنا في الوقت القادم الدكتورة مية بنت سعيد العزري، مديرة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك دكتورة مية. أهلا وسهلا. طبعا شعار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام الابتكار لحياة أفضل. كيف شاركت أو كيف جسدت السلطنة هذا الشعار في احتفالها بهذا اليوم؟ طبعا هو في كل عام تحتفل السلطنة كغيرها من دول العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية، واللي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية باعتبار السلطنة أحد دول الأعضاء في هذه المنظمة. التركيز هذا العام كان على الابتكار لحياة أفضل. هذا طبعا لإعطاء يعني الابتكار ولإبراز دور الابتكار في أنه يسهم في تسهيل العيش للناس للوصول إلى حياة أفضل، أكثر صحة، أكثر أمانا، وأكثر سهولة. فهنا إحنا في السلطنة نحاول من خلال حلقة العمل اللي تقام من يوم أمس وتستمر إلى اليوم إنه نبرز هذا الجانب من خلال استضافة العديد من المتحدثين سواء من داخل السلطنة أو من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو للتحدث عن الابتكار ودوره في تحقيق الحياة الأفضل، وأيضا في دور التعليم وأهميته في هذا الجانب، لأن التعليم طبعا يلعب الدور الهام والأكبر في مسألة إعداد يعني رأس المال البشري اللي هو المنتج واللي هو القادر على أنه يصل إلى هذا الإنجازات، يصل من بالابتكارات من مرحلة الفكرة إلى مرحلة المنتج. فهدفنا من حلقة التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية في هذين اليومين هو للوصول إلى خطة وطنية تسعى من خلاله يعني هالمؤسسات القائمة على تنظيم هذه الفعالية إلى إيجاد خطة وطنية للتعليم والتدريب بالتعاون مع الملكية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال تعليم الملكية الفكرية. نعم طبعا نحن يعني أخرجناك من هذه الحلقة التي تقام في هذين اليومين كما تفضلت 26 و 27 من إبريل، وطبعا ستكون أقيمت لمن سيستمع لإعادة الحلقة. ما أهم النقاشات لتجسيد هذه الخطة الوطنية للمحافظة أو تشجيع أو نشر ثقافة الملكية الفكرية في السلطنة؟ ماذا طرح لديكم في حلقة العمل؟ نعم هي صراحة يعني حافلة حلقة العمل بالعديد من أوراق العمل المفيدة لجميع المؤسسات اللي شاركت في عملية التنظيم، وهي وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، جامعة سلطان قابوس، وزارة القوى العاملة، وزارة السياحة، وزارة التجارة والصناعة، ومجلس البحث العلمي، بالإضافة طبعا إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فماذا عرضت يعني حلقة العمل؟ هي استعرضت ما هو موجود حاليا في مجال الملكية الفكرية عندنا في السلطنة سواء من ناحية المقررات الدراسية التي موجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجامعة أو طبعا وزارة التعليم العالي أو القوى العاملة، وكيف يمكن تطوير هذه المقررات، وأيضا ما هي احتياجاتنا إحنا بالنسبة للتدريب يعني القائمين على تدريس هذه المقررات أيضا للوصول إلى يعني الـ إلى الـ إلى يعني الشيء الفاعل جدا
في تعليم الملكية الفكرية طبعا، إلى جانب أيضا أوراق العمل المقدمة من وزارة التربية والتعليم. يعني قدمنا ورقة عمل عن تجربتنا في تعليم الملكية الفكرية، سواء من خلال إدخال مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج أو من خلال الأنشطة التي طبعا قمنا بتطبيقها في مدارس السلطنة. وأيضا ماذا نحتاج إحنا في وزارة التربية والتعليم حتى نقوم بإدراج هذه المفاهيم في مناهجنا، وأيضا نعزز من ابتكارات الطلاب باستخدام هذه المفاهيم من خلال فهمهم لهذه المفاهيم في البداية، وأيضا من خلال استخدام حقوق الملكية الفكرية لحماية أفكارهم المبتكرة. فورقة يعني حلقة العمل هذه حافلة بأوراق العمل من مختلف المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب. نعم طبعا، هذه المؤسسات المختلفة التي تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية، سواء كان مجلس البحث العلمي أو وزارة التجارة والصناعة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو وزارة القوى العاملة أو وزارة السياحة، أو حتى أيضا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، إلى أي مدى تكاتف مثل هذه المؤسسات من شأنه فعلا أن ينشر هذه الثقافة، ثقافة الحفاظ على الملكية الفكرية؟ نعم، هذه نقطة هامة جدا. يعني التكامل المؤسساتي، العمل ما بين المؤسسات المختلفة للوصول طبعا إلى نتاج قوي جدا ويعني مؤثر في السلطنة، هذا هو نتيجة يعني العمل في الاستراتيجية الوطنية للابتكار اللي طبعا يتبناها مجلس البحث العلمي، وتقريبا هي اعتمدت هذه الاستراتيجية، ويشترك في إعدادها طبعا جميع المؤسسات داخل السلطنة، المؤسسات الحكومية وأيضا من القطاع الخاص. فالعمل ضمن يعني هذه المؤسسات بشكل متكامل طبعا أخرج لنا حلقة العمل هذه بصورة ممتازة، لأنه طبعا استقطبت المهتمين والمختصين بهذا المجال من مختلف هذه المؤسسات، وبالتالي أدى إلى تبادل الخبرات فيما بينهم، أدى إلى معرفتهم بما هو موجود في المؤسسات الأخرى وكيف يمكن أن يضيفوا عليه من خلال خبراتهم الموجودة في مؤسساتهم. فبالتالي صار كأنه نوع من التكامل فيما يختص بالبرامج التدريبية اللي ممكن أنها تنفذ في مختلف المؤسسات. أيضا قد نصلت مثلا في وزارة التربية والتعليم إلى نقطة معينة فيما يختص طبعا بالابتكارات العلمية وكيفية حفظها وحفظ حقوق الطلاب في هذا المشاريع العلمية، يحتاج إلى أن نتواصل مع المؤسسات الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة أو مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب نقل التقنية مثلا. فكل العمل ضمن نطاق يعني ضمن هذا التكامل المؤسسات يسهل علينا هذه المهمة، لأنهم موجودين وبإمكانهم يعرفوا احتياجاتنا إحنا في الوزارة ويقوموا طبعا بإعطائنا الإجراءات أو الخطوات الصحيحة اللي نتبعها، وهذا يحدث أيضا في باقي المؤسسات الأخرى. نعم، إذن الدكتورة مية بنت سعيد العزري، مديرة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم، إحدى الجهات المنظمة لحلقة العمل حول التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية، احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 من إبريل من كل عام. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار معك. شكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا. عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني، من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني، يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني، من عز النوم من عز النوم تسرقني قرب لبعيد تسبقني، يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني، كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب
لقيتك بعيني وبين حالي، كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بعيني وبين حالي، مشلوحة على بحر النسيان فرق منا ومك الشكاية، مشلوحة على بحر النسيان فرق منا ومك الشكاية، وشك ما كان فارقني وجرب اسبح وغرقني نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا الأسبوع بولاية صور ندوة المواءمة بين مدينتي صور العمانية واللبنانية تاريخيا ملاحيا جغرافيا، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والأدباء العمانيين واللبنانيين. تضمنت هذه الندوة عددا من أوراق العمل، منها ورقة بعنوان صور عنوان للتثاقف الحضاري للدكتورة ناريمان محمد عساف، وورقة بعنوان التحولات العمرانية المدينية في صور في العصر الحديث للباحث اللبناني الدكتور حسن دياب، وورقة بعنوان السمات الجغرافية الطبيعية والبشرية لمدينة صور العمانية للدكتور سالم بن مبارك الحتروشي، وورقة أخرى بعنوان تاريخ صور القديم للباحث حمود بن حمد الغيلاني، وورقة عن تاريخ صور الملاحي الحديث للأستاذ خالد بن علي المخيني. كما تخلل الندوة جلسة شعرية شارك فيها عدد من الشعراء العمانيين واللبنانيين، منهم باسم عباس، فاروق الشويخ، فيصل الفارسي، خالد الجنيبي، خالد الداودي، سعيد المشرفي، والدكتورة سعيدة خاطر. ومعنا في الوقت القادم الباحث اللبناني الدكتور حسن دياب، أحد المشاركين في ندوة المواءمة بين مدينتي صور العمانية واللبنانية. مرحبا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. دعني أسألك في البداية، كيف رأيت فكرة إقامة ندوة عن المواءمة بين مدينتين عربيتين تتشابهان في الاسم والملامح أيضا؟ هذا صحيح، التوأمة كان من المفترض أن تكون هذه المبادرة منذ فترة طويلة، لأن هناك تاريخ مشترك ما بين صور عمان وبين صور لبنان، ونقول بأن جميع الباحثين والمؤرخين القدماء قد أشاروا إلى أن صور اللبنانية نشأت من نزوح وهجرة أهالي صور أو الكنعانيين قبل 3000 سنة قبل الميلاد باتجاه الشمال، وأقاموا مدنا شبيهة لهم كما كانوا في على الخليج العربي، أقاموا مدنا وحواضر على ساحل البحر المتوسط ومنها مدينة صور، وهذا ما أكده هيرودوت المؤرخ اليوناني المعروف المشهور، وأكده كذلك جوستين وعدد كبير من المؤرخين القدماء. وهناك مدن شبيهة جدا في المدن الموجودة على ساحل الخليج العربي، ومنها الجبيل، ومنها قصير طبعا صور وصيدون، ومنها رودس، ومنها بيروت، وغيرها من المدن الساحلية على الساحل اللبناني السوري. نعم. وهذا ما تثبته الوقائع التاريخية، بسبب أن وجود صور في لبنان هو شبيه جدا من حيث الموضع والموقع والبناء على الصخر، وحتى المشهد الخارجي للمدينتين هو متشابه جدا. وهناك وجد في مدينة صور بعمان وجد عدد كبير من الأثارات الفينيقية أو نحن نقول الكنعانية، لأن الكنعانيين عندما اجتازوا المناطق
الداخلية وصلوا إلى الساحل سموا آنذاك بالفينيقيين. نعم. وهذا ما تؤكده طبعا الأبحاث التاريخية القديمة. نعم. بما أنك الآن تحدثني من مدينة صور العمانية في رحلة يعني كما أخبرتني، لو سألتك أو طلبت منك إجراء مقارنة بين المدينتين صور اللبنانية وصور العمانية كما رأيتهما رأي العين؟ أنا لقد تأثرت جدا بما رأيت في مدينة صور من حيث الأبنية القديمة الموجودة في صور، ومن حيث المرافق الموجودة في صور، وشكل المدينة الظاهري هو وجه الشبه تماما متناسق ومنسجم مع العمران القديم الموجود في مدينة صور اللبنانية. إلا أن مدينة صور اللبنانية قد تطورت كثيرا بسبب الحضارات المتعاقبة على مدينة صور اللبنانية من اليونانيين والرومان والبيزنطيين والصليبيين والمماليك والعثمانيين، حضارات كثيرة متعاقبة على هذه المدينة. فمدينة صور العمانية طبعا لم تتعرض إلى تلك الحضارات التي عرفت فيها بها مدينة صور اللبنانية، ولكن هناك وجه شبه كبير بين المدينتين بطبيعة الحال. نعم. بما أن عنوان ورقتك دكتور حسن التحولات العمرانية في صور في العصر الحديث، دعني أسألك عن أهم هذه التحولات العمرانية في صور اللبنانية. التحولات العمرانية في مدينة صور اللبنانية هي تحولات عميقة وواسعة جدا، باعتبار هناك تراكم لحضارات تعاقبت على مدينة صور اللبنانية، وبالتالي تركت آثارا كبيرة وواسعة هي غير موجودة في مدينة صور العمانية، كالحضارة الرومانية، الحضارة البيزنطية، الحضارة الصليبية، المملوكية، العثمانيين، ترك حضارات واسعة وظاهرة للعيان بشكل كبير وواسع في مدينة صور اللبنانية، وهي محافظة عليها من قبل السلطات اللبنانية ولا تسمح بالتعدي عليها. غير أن صور العمانية لم نجد طبعا أثارا كبيرة واضحة للعيان سوى بعض الأثارات التي وجدت في مدينة الكارت وفي بعض الأثارات الموجودة في مدينة صور، وهي طبعا يعني تختلف من حيث الحجم، من حيث الكمية، من حيث النوعية الضخامة الموجودة في مدينة صور، كونها تحمل إرثا حضاريا واسعا وكبيرا بسبب الحضارات المتعاقبة على مدينة صور اللبنانية من العصور القديمة حتى الآن. نعم. لو توسعنا في السؤال دكتور حسن وسألتك عن إذا كانت هناك مدن لبنانية أخرى شبيهة بمدن عربية أو عالمية. أعتقد أن هناك في مدينة صور اللبنانية هناك قرطاجة، قرطاجة التي هي ابنة مدينة صور على الساحل التونسي، وهي هناك أيضا مدن كثيرة كمستعمرات وجدت أو موجودة على الساحل على سواحل البحر المتوسط، واعتبرت آنذاك مستوطنات أو مستعمرات لمدينة صور اللبنانية. نعم. إذن الدكتور حسن دياب الباحث اللبناني المشارك في ندوة المواءمة بين مدينتي صور العمانية واللبنانية التي نظمتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا الأسبوع، شكرا جزيلا لك على هذه الدردشة القصيرة. شكرا لكم وشكرا على استضافتكم لنا، وشكرا على حسن الاستقبال والضيافة والكرم التي وجدناها في شعب صور وشعب عمان، وهو شعب شقيق لنا، له منا كل الترحاب وله منا كل التحية والتقدير. شكرا جزيلا لك. شكرا.
المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. انتخب هذا الأسبوع الباحث العماني الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي أستاذ التاريخ بجامعة السلطان قابوس رئيسا لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، وذلك في ختام ملتقى الجمعية 18 بمحافظة الجوف بالمملكة العربية السعودية. وتهدف جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنمية الفكر العلمي وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجالات التاريخ والآثار بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل دول مجلس التعاون وخارجها. والدكتور سعيد بن محمد الهاشمي باحث وأكاديمي عماني من مواليد عام 1960، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليدز ببريطانيا عام 1995. يعمل أستاذا مشاركا في جامعة السلطان قابوس قسم التاريخ، له عدد من الأبحاث والكتب المنشورة، منها كتاب دراسات في التاريخ العماني، وكتاب العادات والتقاليد لمرحلة الميلاد في المجتمع العماني بشمال الشرقية بسلطنة عمان، وغيرها من الكتب. ومن أبحاثه الشيخ سالم بن حمد الحارثي ومآثره التاريخية ومظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان في القرن العاشر الهجري 16 الميلادي. ومن جهة أخرى، حصل الباحث ناصر بن سيف السعدي طالب الدكتوراه في جامعة السلطان قابوس على جائزة عبد الله العلي النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها المقدمة من جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون في الرياض، وذلك عن بحثه بعنوان نظام التاريخ أو مصادرة الأموال في عمان بين الظرف السياسي والأثر الاقتصادي. ويلقي هذا البحث الضوء على دوافع ومسببات تغريق الأموال، وكذلك الكشف عن أثر التحول السياسي في إصدار أحكام حيازة الأموال، والتعرف على طبيعة الظرف الاقتصادي الذي واكب عملية الحيازة وأثره في تلك الأحكام. ومعنا في الوقت القادم الباحث ناصر بن سيف السعدي. مرحبا بك أستاذ ناصر، ونبارك لك فوزك بهذه الجائزة. شكرا لكم ومرحبا بكم، وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. طبعا حوادث التغريق المصادرة يعني في عمان يعني لم تنل اهتمام الباحثين والمؤرخين يعني، وهذا سيكون مدخلنا إلى الحوار. لماذا اخترت هذا المبحث المبتعد أو المسكوت عنه تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حوادث التغريق في التاريخ العماني كما أسلفت إنه لم ينل اهتمام الباحثين ولم يطرقه أحد من الدارسين، وخاصة إن هذه الحوادث هي استمرت تقريبا في فترات مستمرة أو متقاربة أو متباعدة منذ القرن التاسع الهجري، أي بمعنى كان أول حالة تغريق كانت في القرن التاسع الهجري عندما غرقت أموال بني نبهان. وأما البحث تناول جوانب عدة في هذه القضية، تناول جوانب التغريق من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. فالتغريق من الناحية الاصطلاح هو كل ما ثبت بالحجة والدليل القاطع أنه تم جمعه أو الاستيلاء عليه بطريقة غير شرعية. فبهذا السبب يتم مصادرة المال، ولكن لا يتم مصادرة المال إلا بعد حكم قضائي أو حكم فقهي من أهل الحل والعقد أو إمام منتخب أو قاضي أو حتى والي في بعض الأحيان. نعم. طيب ما هي الدوافع أو المسببات التي تؤدي إلى تغريق الأموال؟ الأسباب
عادة وغالبا الأسباب هي الحكم الجائر أو حكم الاستبداد أو أي شيخ قبيلة أو حاكم أو نظام سياسي يقوم بجمع الأموال والاستيلاء على ما أموال الرعية بطريقة غير شرعية، سواء بطريق فرض الضرائب أو الاستيلاء على المال بالقوة أو مصادرة أموال الرعية. فهذه الأسباب عادة هي الاستبداد السياسي وأيضا الاستبداد المالي، وأحيانا بسبب ظروف اقتصادية تؤدي بقوة سياسية إلى السيطرة على المال، مال الرعية أو المال العام بشكل عام. نعم، إلى أي مدى يتدخل الجانب الاقتصادي السياسي عفوا في هذا الجانب؟ يعني هو ظاهر اقتصادي تغليق الأموال، لكن نعم. يتدخل أحيانا في الجانب السياسي طبعا. طبيعي، نعم. إلى أي مدى؟ كل حوادث التغريق، يعني تقريبا هي 5 حوادث تغريق في التاريخ العماني، في القرن 9 الهجري، في القرن 12 الهجري، في القرن 13 الميلادي، 13 الهجري عفوا، وبالإضافة إلى النصف الأول من القرن 20. كل هذه حوادث تغريق هي منبعها الأساسي سياسي، وحدثت بسبب التحول من نظام سلطة إلى نظام إمامة، أي بمعنى هو مرتبط ارتباطا وثيق بالجانب السياسي. الدافع السياسي هو السبب في ظهور هذه حالات التغريق. قد يكون هناك مكامن اقتصادية لهذه حالات التغريق، أي بمعنى مثلا إمام عزام بن قيس غرق أموال كثيرا في عهده، فكان عزام بن قيس السبب الأول هو سياسي لأنه نصب إماما، ولكن أيضا كان الإمام عزام بن قيس يمر بظروف اقتصادية صعبة دفعته إلى الاستيلاء على أموال من سبقوه الحكام، من سبقوه أو الزعامات القبلية أو الزعامات التجارية أو الطبقات المالية في ذلك الوقت. أي بمعنى هو هناك مزيج بين الدافع السياسي والدافع الاقتصادي، ولكن لن يحدث هذا لولا التحول السياسي ولولا الأسباب السياسية. نعم، ذكرت أن هناك 5 حوادث تغريق في التاريخ العماني، ما هي أشهرها؟ هل هي حادثة عزام بن قيس أم حوادث أخرى؟ من ضمن الحوادث اللي هي أول حادثة اللي هي حادثة تغريق أموال بني نبهان في القرن 9 الهجري، ثم حوادث أخرى في عهد اليعاربة، خاصة في عهد أواخر دولة اليعاربة، عندما غرق أموال سيف بن سلطان الثاني من قبل بالعرب بن حمير اليعربي. أيضا هناك حالة تغريق أخرى اللي هي لبعض الشخصيات القبلية في عهد عزان، وأيضا لبعض السلاطين في عهده. أيضا حالة تغريق، آخر حالة تغريق حدثت هي في القرن في النصف الأول من القرن 20، عندما غرقت أموال بعض الشخصيات مثل راشد بن عزيز الخصيبي، وأيضا محمد بن سعيد الغشام، وبعض الشخصيات يعني. لكن هي آخر حالة تغريق حدثت في التاريخ العماني هي في النصف الأول من القرن 20، وتقريبا في عام 1914، عندما نصب الإمام سالم بن راشد الخروصي، والذي أصدر حكم التغريق هو الشيخ عامر بن قميس المالكي. نعم، في ظل يعني النظام الاقتصادي العالمي الجديد أستاذ ناصر، إلى أي مدى يكون نظام التغريق الذي درسته في عمان قابلا للتطبيق أو للعمل به في القرن 21؟ هذا النظام هو يعتبر نظام متطور في بمقياس ذلك العصر وبالمقارنة بهذا العصر، خاصة من تسول له نفسه بالاستيلاء على المال العام بطريقة غير شرعية. واليوم في الدول المتقدمة وأوروبا طبعا لا يحق لأي فرد كان بالاستيلاء على
أي مال عام سواء أموال الأشخاص، أموال المواطنين، أموال الرعية، أو حتى المال العام اللي هو يخص الدولة أو الوطن كاملا. فلذلك لهذا أنا أقول إنها يعتبر هذا النظام هو نظام اقتصادي سياسي، الهدف منه هو المحاسبة المالية أولا ثم المحاسبة الإدارية، وخاصة عندما يتم استغلال المنصب السياسي أو أي منصب آخر للتربح، للاستيلاء على الأموال العامة من أجل تكوين الثورة. فلذلك هذا النظام هو يشكل قوة ردع لمن تسول له نفسه بالاستيلاء على المال العام. نعم، إذن الباحث العماني ناصر بن سيف السعدي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، ونبارك لك مرة أخرى فوزك بجائزة عبد الله العلي النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وأثارها عن هذا البحث الذي تحدثنا عنه، وهو نظام التغريق في عمان بين الظرف السياسي والأثر الاقتصادي. شكرا جزيلا لك. بصراحة يا حبيبي نسيتك ما عادي جمعنا شي، بالماضي يمكن حبيتك لكن هلأ ولا شي. بصراحة يا حبيبي نسيتك ما عادي جمعنا شي، بالماضي يمكن حبيتك لكن هلأ ولا شي. فكرك مش على فكري أبداً، ولا طبعك على طبعي أبداً، انت ما بتشبهني أبداً، انت ما بتشبهني بشي. فكرك مش على فكري أبداً، ولا طبعك على طبعي أبداً، انت ما بتشبهني أبداً، ما بتشبهني بشي. بصراحة يا حبيبي نسيتك ما عادي جمعنا شي، بالماضي يمكن حبيتك لكن هلأ ولا شي. بصراحة فكرت كتير وعذبتني أفكار، شو يعني معقول يصير هيدا هو قرار. بصراحة فكرت كتير وعذبتني أفكاري، شو يعني معقول يصير هيدا هو قرار. عمري حرقت وعحسابك دورك أقسى من غيابك، سكر قلبك وبوابك مش حاسس بشي. عمري حرقت وعحسابك سكر قلبك وبوابك مش حاسس بشي. بصراحة يا حبيبي نسيتك ما عادي جمعنا شي، بالماضي يمكن حبيتك لكن هلأ ولا شي. بصراحة يا حبيبي نسيتك ما عادي جمعنا شي، بالماضي يمكن حبيتك لكن هلأ ولا شي. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية بجامعة نزوة مؤخرا ندوة اللهجات العمانية نحو رؤية لتوثيقها ودراستها بمشاركة عدد من الباحثين العمانيين والعرب. تناولت الندوة دراسة هذه اللهجات العمانية وجهود المستشرقين في دراستها، بالإضافة إلى المقارنة بين هذه اللهجات واللغة العربية الفصحى. عن تفاصيل هذه الندوة يحدثنا في الوقت القادم الدكتور محمد بن ناصر المحروقي، مدير مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية بجامعة نزوة. ندوة مجلة الخليل الأولى عنوانها اللهجات العمانية نحو رؤية لتوثيقها ودراستها، انعقدت بجامعة نزوة في قاعة المشارق بتاريخ 20 إبريل 2017، وهدفت هذه الندوة إلى تجميع الجهود وتجميع الدارسين في اللهجات العمانية وفي اللغات المتحدثة في عمان على صعيد واحد، وذلك لتدارس ما هو المنهج الأوفق لجمع اللهجات العمانية ودراستها. وكان ذلك من خلال جملة من الجلسات، الجلسة الأولى كانت حول الدراسات والمفاهيم، وقدمت فيها أوراق عمل.
ثلاث. الورقة الأولى كانت بعنوان اللهجات العمانية المعاصرة، مفاهيم ومصطلحات وتصنيفات، قدمها المتحدث الرئيس الدكتور محمد بن سالم المعشني من جامعة السلطان قابوس. والورقة الثانية كانت بعنوان نحو توثيق دراسات اللهجات العمانية للدكتورة خالصة بنت حمد الأغبرية، استعرضت فيها الدراسات التي تمت باللغة الإنجليزية حول اللهجات العمانية. وهناك ورقة أخرى بعنوان جهود الاستشراق الألماني في دراسة اللهجات العمانية للأستاذ زاهب بن محمد الهنائي، وكما يظهر من عنوانها فإنها تستعرض أيضا جهود المستشرقين الألمان في دراسة اللهجات العمانية. في الجلسة الثانية غلب الاتجاه الصوتي على الدراسات المشاركة في هذه الجلسة، فقد قدم الدكتور عبد الله السقاف ورقة جميلة بعنوان لهجة نزوة هل تشهد تعطيشا في مراحل تطورها المستقبلية، وقدم دكتور خالد بن عبد الله بن محمد العبري ورقة بعنوان تبدلات الصوتية في لهجة الحمراء، وقدم الأستاذ عامر بن أزاد الكثيري ورقة بعنوان الوصف النطقي والأكوستيكي لصوائط لسان الشحر المعاصر في ظفار، بينما قدم الأستاذ عبد الله بن سعيد السعيدي ورقة بعنوان منطلقات دراسة اللهجات العمانية الأمثال الشعبية ونموذجا. بالنسبة للجلسة الثالثة فنحت الأوراق المقدمة للموازنة والمقارنة بين اللهجات العمانية وبين اللغة الفصحى، محاولة لتأصيل هذه اللهجات. ومن بين الأوراق المقدمة في هذا الاتجاه توظيف اللهجات في تعليم الفصحى لهجة ظفار نموذجا للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك، وورقة بعنوان ظواهر من اللهجات العمانية دراسة لغوية للدكتور سالم بن عبد الله البلوشي، وورقة بعنوان ألفاظ زراعية عمانية من كتب التراث العماني للدكتور محمد بن يحيى الراشدي، وورقة بعنوان هندسة الجملة الإسمية في لهجة ولاية جعلان موازنة مع العربية الفصيحة للأستاذة نعمة بنت خميس بن حليس البهلولية. ثم اختتمت هذه الندوة بجلسة عصف ذهني حول الأوراق العمل المقدمة وحول ماذا بعد، ما هي الجهود التي ينبغي أن نقوم بها. واتفق المشاركون في هذه الندوة من الأساتذة الأجلاء والطلبة طلبة الماجستير والدكتوراه المشاركين على أن دراسة اللهجات العمانية دراسة موضوعية أكاديمية أمر لا محيص عنه، ينبغي الاهتمام به، وأن الجهود الموجودة غير كافية لتوثيق دراسة اللهجات العمانية قبل فوات الأوان. وأيضا توصلوا إلى أهمية كتابة معجم باللهجات العمانية لثرائها، سواء اللهجات القديمة أو اللهجات المعاصرة. كذلك أيضا أهمية صياغة مشروع جماعي ومشروع يشتغل فيه الكثير من الجامعين لجمع التراث الشعبي والفلكلوري. الندوة هذه حظيت باهتمام شديد من قبل طلاب الماجستير والدكتوراه في عمان، وكذلك غطيت إعلاميا، وكانت بعض كثير من أوراقها بثت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لكم على تغطية هذه الندوة. كان هذا الدكتور محمد بن ناصر المحروقي مدير مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية بجامعة نزوة، متحدثا عن ندوة اللهجات العمانية نحو رؤية لتوثيقها ودراستها. وإلى موضوعنا الأخير في هذه الحلقة. عند البث الأول لهذه الحلقة مساء الخميس يكون مهرجان بيت الزبير المسرحي قد افتتح أولى عروضه في دورة المسرح الدائري، والتي ستستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل بمشاركة عدد من الفرق المسرحية العمانية.
وتعد تجربة إقامة مهرجان للمسرح الدائري هي الأولى من نوعها في السلطنة. ومعنا في الوقت القادم زميلنا هلال البادي الذي هو أيضا المشرف على مختبر المسرح بمؤسسة بيت الزبير. مرحبا بك هلال. مرحبا بك سليمان وبكافة مستمعي المشهد الثقافي. أهلا بك. دعنا ندخل لهذا الحوار من عبارة المسرح الدائري، أول مرة أو أول تجربة للمسرح الدائري في السلطنة. ربما بعض المستمعين الذين غير متخصصين في المسرح قد يسألون ما المقصود بالمسرح الدائري. المسرح الدائري لا يختلف كثيرا في مسألة يعني المسرحة في الموضوع، ولكن الاختلاف هنا أن صالة الجمهور تتحول هي إلى المسرح تقريبا، بحيث أن الجمهور هو الذي يحيط بأرجاء المنصة الخاصة بالعرض من كل النواحي من كل الزوايا. عادة في المسرح المتعارف عليه أن هناك صالة جمهور وهناك منصة للعرض وهناك كواليس، هنا الكواليس تقريبا تنتفي في حالة منصة المسرح الدائري، بحيث أن كل أشياء موجودة أمام المتفرجين وأمام الجمهور. هذه هي الفكرة من أنه إحنا نطرق باب جديد في تنفيذ الفكرة المسرحية، نحاول نجذب الناس إلى أن يفكروا بطريقة مختلفة عما هو سائد. مشكلة المسرح الدائري أنه على طاقم العمل أن يكون ملتفتاً للجمهور في كل الزوايا، ليست في زاوية واحدة. كيف سيتصرف هذا المخرج، كيف سيتصرف هذا الفنان، هذه هي إشكاليته هو طبعاً بطبيعة الحال لكي يقدم عملاً متفاعلا بشكل كبير. هنا الحدود الفاصلة بين الجمهور وبين المؤدين أو بين قائمة المسرح مختفية تماما، الحاجز يعني الذي ربما عادة يكون هو يعني خشبة مسرح بينها وبين الجمهور فاصل يعني مسافة بسيطة منتفية تماما في هذه الحالة، يكاد يكون الجمهور ملاصقا للمسرحيين أثناء تأدية عملهم المسرحي. هذا هو الفارق بين المسرح الدائري والمسرح المتعارف عليه. نعم. كيف وجدتم تجاوب الفرق المسرحية في السلطنة مع هذا المهرجان؟ والله هناك كان تجاوب يعني بالنسبة لي كان تجاوب جميل من ناحية أنه دعونا نشارك في هذا المهرجان. هناك تقدمت 10 فرق تقريبا أو 11 فرقة للمشاركة في المهرجان، وكنا متخوفين في البداية بأنه لا يقبل أحد على المشاركة في هذا المهرجان ويصبح عندك يعني عدد قليل من المشاركات. لذلك وضعنا أنه يكون في البداية 5 فرق فقط لتشارك في المهرجان، لكن عندما وجدنا إقبال جيد قررنا أنه تكون عندنا فرقة سادسة بحسب إمكانيات مؤسسة بيت الزبير وبحسب إمكانيات أيضا المسرح. لذلك صارت هناك 6 فرق مشاركة في هذا المهرجان من أصل 10 أو 11 فرقة إذا لم تخن الذاكرة. نعم. طبعا هذه الفرق هي فرقة الصحوة وفرقة الفن الحديث وفرقة الرستاق وفرقة الدن للثقافة والفن وفرقة تواصل، بالإضافة إلى فرقة وطن. لو سألتك عن العروض أو عناوين العروض المسرحية وجدول هذا أيضا، تبدأ العروض هنا في هذا اليوم الخميس بالعرض الافتتاحي لفرقة تواصل بنص بعنوان دوران لكاتب سعودي. بالمناسبة احنا هذه فكرة المهرجان كنا وضعنا فكرة انه يعني الدور الأساسي للمخرج، بحيث انه وضعنا اشتراط انه الافكار يعني نتمنى ان تكون هناك الرؤى الإخراجية موجودة يعني مقدمة من ضمن الملف الذي تقدمه هذه الفرقة. فرقة تواصل تبدأ اليوم بعرضها الدوران لكاتب اسمه إبراهيم الحارثي من السعودية. غدا فرقة الصحوة طبعا المخرج طاهر الحراسي. طاهر الحراسي بطبيعة الحال. غدا فرقة الصحوة كما يعني موضوع في الجدول ستقدم مسرحية هذيان لنص مأخوذ عن أحد النصوص اللي كتبتها.
نعم، والمخرج سعيد عامر. المخرج سعيد عامر يعني، ثم عندنا فرقة الدن تقدم مسرحية ظل بلا أرواح كما أتذكر، لم تخن الذاكرة يعني. ظل وسبعة أرواح. ظل وسبعة أرواح لمحمد الهنائي، النص والإخراج له أيضا، لكن المسرحية برمتها مأخوذة من مسرحية أخرى أو من نص آخر لإدريس النبهاني قبل عدة سنوات قدمها في المونودراما تقريبا. هناك فرقة وطن تقدم مسرحية للدكتور عبد الكريم جواد، سفينة ما تزال واقفة، من إخراج محمد الريامي. هناك فرقة الفن الحديث يقدم من خلالها عماد الشنفري مسرحيته العاصفة تأليفا وإخراجا. فرقة الرساق تقدم مسرحية فكر من نص لتأليف بدر الحمداني وإخراج خالد طوياني. تقريبا هذه كل الفرق اللي نعم. يعني نعم بواقع عرض واحد في كل ليلة، في كل ليلة تختتم العروض إن شاء الله في الثاني من مايو، مساء الثاني من مايو، بالعرض الختامي للعاصفة لعماد الشنفري. نعم، وماذا عن لجنة التحكيم؟ لجنة التحكيم يعني كنا نتمنى أن تكون وفق المعايير الأساسية اللي متعارف عليها، ولكن يعني لدينا إمكانيات معينة، قلنا أنه ثلاثة محكمين كفاية، فسيحكم المهرجان الأستاذ حسين سالم العلوي رئيس الجمعية العمانية للمسرح، وأيضا الأستاذ عبد الله الفارسي أحد مسرحيين المخضرمين في السلطنة، وأيضا معاهم سيكون المخرج المصري والفنان المصري خالد جلال، وهو اسم غني عن التعريف، أيضا له باع في مسألة الإخراج والتنظير في مجال المسرح. نعم، سؤال أخير هلال، طبعا بما أنك أيضا المشرف على مختبر المسرح بمؤسسة بيت الزبير، إن كان هناك نشاطات أو فعاليات قادمة لهذا المختبر؟ هو يعني كانت الفكرة أنه عندما وقمنا هذا المختبر، وعندما كلفنا بتولي إدارة هذا المختبر من قبل مؤسسة بيت الزبير، كانت هناك أفكار كثيرة طرحت. يعني بدأنا بفكرة أنه أول مشوار أنه نأتي بالمسرحيين العمانيين ونتكلم عن بدايات المسرح. هناك أفكار تتعلق بإقامة ورش مسرحية، هناك أفكار تتعلق ب يعني إقامة جلسات في المسرح، لكن يعني بعد مفاضلات كثيرة فضلنا أن نركز في فكرة يعني كبيرة مثل فكرة إقامة مهرجان مختلف ونوعي اللي هو مهرجان المسرح الدائري، ويعني سيكون هو يعني الحلقة الأساسية بالنسبة لنا خلال هذا العام. نتمنى خلال شهر سبتمبر القادم يعني أن تكون هناك الأفكار الأخرى المطروحة تبدأ في الظهور، مثل بالنسبة لي الأهمية للورش الفنية التي تغني عن كثير من الإشكاليات التي يقع فيها المسرحيين في مسألة النص، في مسألة الإخراج، في مسألة الأداء. هذه الأشياء مهمة بالنسبة للمسرحيين العمانيين، ولذلك نحاول قدر المستطاع أنه ننفذها من خلال ورش متخصصة، نستقلب من خلالها أسماء أكاديميين وفنانين ليسوا هنا في السلطنة فحسب، ولكن أيضا من خارج السلطنة. هذا إذا يعني كانت الإمكانيات تساعدنا أيضا، فبإذن الله نحقق هذه الأفكار إن شاء الله. إذن زميل هلال البادي المشرف على مختبر المسرح بمؤسسة بيت الزبير، شكرا جزيلا لك، وكان حوارنا عن مهرجان بيت الزبير المسرحي. شكرا لك سليمان، وهي دعوة لكافة المستمعين، مستمعين المشهد الثقافي حاليا، لحضور العروض المسرحية التي ستقام في بيت الزبير بالتحديد في مسقط. يعني يكفي أنه لن تكون هناك فقط عروض مسرحية، وإنما بإمكانهم أن يطلعوا على أشياء أخرى تتعلق بالفنون، مثل العروض الفنية المتعلقة بالفن التشكيلي أو التصوير الفوتوغرافي مترافقة مع في بيت الزبير ومتحف بيت الزبير. شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين. شكرا لك، وطبعا العروض دائما تفتتح في 7:30 مساء لمن أراد الحضور. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، حتى نلتقي في حلقة الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي سليمان بن علي المعمري وتحيات المخرج خالد بن درويش أولاد ثاني. يا من بسهمه رماني وخلى فؤادي يحبه، يا من بسهمه رماني وخلى فؤادي يحبه، في رقته كالنسيم، في رقته كالنسيم، في رقته كالنسيم، في رقته كالنسيم.